سي عندنا السلام عليكم مرحبا بكم في gameplay.ma. اليوم غادي نشوفوا معكم لوبسيون جديده اللي زادتها انفيديا في اللوجيسيال ديالها انفيديا اكسبيرينس. هاد لوبسيون هادي كتخليكم تاخذوا دي سكرين شوت هوت ريزوليوشن ميم اكثر من لا ريزوليوشن اللي لاعبين فيها, وتقدروا aussi تاخذوهم اون 360 وتبلاصيو الكاميرا فين ما بغيتوا. لي جي بي يو انفيديا من لا سيري 600 الفوق هما الوحيدين اللي كومباتيبل مع هاد لوبسيون هادي. اللي عنده اي ام دي ما غاديش تخدم ليه, ومن هاد المنبر هذا اي ام دي تحركي راه باغين لا كونكورونس. ايضا خاص يكون عندك الدرايفر الاخر ديال انفيديا افيك انفيديا اكسبيرينس انكلو. حاجه اخرى خاص يكون لو جو كومباتيبل مع هاد لوبسيون هادي. هاد لوبسيون غادا وكتنتشر في لي جو جداد بحال ديفيجن بحال هيل بلايد بحال باراغون و اوتر جو. انا غادي ندير لكم لو ليان ديال لا ليست دي جو كومباتيبل مع هاد لوبسيون انسل. الوغ باش تجبدوا لوبسيون كديروا الت اف 2 فوالا كتفيجي لكم ليماج. لي زوبسيون اللي عندكم باغ اكزومبل هو الفلتر, كتقدروا ديروا بلاك اند وايت هالف تون, وعندكم هنا باش تزيدوا ولا تنقصوا في لانتونسيتي ديال لي في ريترو كيما عندك شي بحال القديم سيبيا. فوالا هنا نردوا لي كولور ديالهم. عندنا عاوتاني لوبسيون اجوستمون. اجوستمون تقدر تاجوستي البرايتنس هو لا لوميير ولا الكونتراست ولا فيبرانس. هاد البرايتنس كيجيني تما كنزيد فيه شويه كيزيد بزاف, اللهم خليوها زيرو. كونتراست فوالا شوف انت على حسب لوغو ديالك. فيبرانس بغيتي هذاك الشيء يبان ساطع جات زوينه, الا كشتو معايا لتحت العود كيبان بلو كليغ. خليوها بحال هكا. الافيكس الافيكس تقدر دير لها سكتش كتبان بحال قديمه ولا مرسومه, يا ربي ماشي قديمه كتبان بحال مرسومه, مي كتجيني ما كتسرعش بزاف. الوغ فو ميو حيد علينا. كولور انهانسر كتزيد تشوف لي كولور كي كتظلم. شوف انت هادشي كيبقى بريفيرونس ديال لا كرياتيفيتي ديالك, وما عطيك لوبسيون انت دير بها اللي بغيتي. فيلد اوف فيو تقدر ترجع رجلا. وحاجه اخرى انك تقدر تمشي بلي بالكلافي بحال هكا طلع الفوق. الا كليتي على لا سوري بوتون غوش كتقدر تدور بحال هكا نطلعو هنا. هادي هي 360 اللي دويت لك عليهم. فوالا تقدر تشوف كلشي تصور كيما بغيتي. نزيدو من بعدو بحال هكا. هنا كتقدر تهبط وترجع. ردو البال صحاب كلافي ازيرتي راه مقلوبين لي توش حيت عندو ما لقيتش مني كتبدل لي توش تنقلب على بارابري, ولكن هو كياخد ابارامون غير كويرتي هاد الساعة دي. فوالا نهبطو شوية لتحت. الرول عندك هنا لو بغيتي تطور ودير, بغيتي تخدم بهادو بغيتي تخدم ديريكتومون بكلافي سوري كتبقى حر. هادي الجريد صحاب لا فوتو كيعرفو كيفاش يخدمو بها. الا بغيتي تبلاصي البيرسوناج ديالك على الجنب ولا اليسار كتستعمل الجريد هادي. الراو اش دير هادي تا هي بالنسبة لصحاب لا فوتوغرافي. كتقدر تونغوجيستخي الفورما راو. فورما راو كتقدر تدخلو لايت روم وتلعب على لي كولور لا لوميير كيما بغيتي. الوغ شوفوا اوبسيون اخرى من لي زوبسيون الواعرين ديالو. اما كدير بحال دابا عجباتك هادي ودير سناب بار اكزومبل. ها هي كتسوف كاردا عندك هنا كيوريك فين كتسوف كاردا في مي دوكيومون فيديو وسميت الجو بار اكزومبل هيل بلايد والتصويره ديالك. اوسي كيما قلت لكم كتقدروا ديروها في اون سوبر ريزولوسيون بحال دابا 7680 على 4300. هادي واعره غير ام وقبل كنت كنقلب هاد لوبسيون هادي وما لقيتهاش, لان دي فوا كتبغي تصور ان سكرين شوت وكتبغي تاخد منو شي ديتاي صغير ورغا واحد البلاصه صغيره, ولا بغيتي تكبرها كتبيكسيليزي. كيف في هذا تقدر تاخد ان سكرين شوت ب 7600 ولا كاع الا بغيتو شي حاجه خياليه ديال 61000 على 34000, ومن بعد تاخد البلاصه اللي بغيتي وتعطيك اون غروند ريزولوسيون ما تضيعش لي ديتاي. الو هادي الا درناها غادي تعطل. انا من بعد غادي نديرها وغنحط لكم لوبسيون ديالها
نديرو غير بار اكزومبل 11000 على 6000 ونديرو انهانس زعما كتحسن لا كاليتي ديالها وسناب. فوالا هو كيدير البروسيس ديالو باش ياخذها. كتجربت قبل درت لا ريزولوشن الكبيره كاع الماكسيموم خدت ليا الوقت واحد 10 مينوت وداكشي ما بغيتش نعطلكم معايا حتى من بعد ونوريها لكم. هنا عندنا 360 تقدر تاخذ تصويره 360 تقدر تشوفها في الفي ار كتهزل حتى هي ديرو ويميل ويميل ماشي بزاف سناب هاد سناب هادي كتفكرني في داكشي ديال سناب شات شي كياخذ كاع لي زون بلاسمون الفوق لتحت اليمين اليسار كلشي. اوسي هنا عندنا ستيريو سناب و 360 ستيريو سناب هادو كلهم ان شاء الله غادي تلقاوهم تلقاو الليان ديالهم تحت الى بغيتو تشوفو كي داير داكشي. Voilà, Dali, je pense que Darna, on a fait un tour à les options d'Yala. Pour le résultat, on va voir avec vous tout de suite. On va voir le jeu, on va voir le Photoshop. Sinon, on va lancer une autre résolution. L'IA fait super résolution. On va dire 61000 enhanced. On va voir le bad, on va voir le bad. Alors voilà le résultat. Il y a 360 stéréo, 360 snap soir adia, ou stéréo ou super résolution. Alors, regardez, je vous mets la taille de la super résolution. Je te ferai un peu. 863 méga. On a dit en Photoshop. Alors, je vais vous la différence bien à tout. Il y a 360 qui chute. مساحة كبيرة باش تقدروا تشوفوها بالفيار. سناب تصويرة عادية ستيريو كياخد جوج ما عرفتش يمكن بحال هادوك المنظر ديال مكة اللي كانوا كيبينوا لك الحاج وداك الشيء الله اعلم. المهم 360 ستيريو يعني كياخد 360 وستيريو وحده 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 ولا وحده فوق وحده والسوبر ريزولوشن. او دعمي شوف لي لا طاي ديال هاد الخليعة هذا صعيبة حتى في المقال غادي تسخفني. 61440 على 34560 شنو كاين هذا؟ كاين اللي واخا تكون لعبة في جيم بوي بعشرة على عشرة في الريزوليسيون تقدر تخرجها 4K. المهم اكزاجيريت شوية ولكن فهم الفاهم. سو كي في كو تقدر تكون لاعب فول اش دي 1080 وتخرجها 4K هادي واعرة ولا تخرج كاع اكثر ماشي مشكل. سينو انا نشوفو بار اكزومبل نقولو حنا بغينا غير هاد بغينا غير كمارت هاد لو بوتي ديتاي نبقاو نكبرو طران طان طان شتي كنكبرو ما كاين لا خسران لا والو. هاي التصويره باقا على القرص. نزيدو نكبرو حنا نقولو بغينا غا الوجه ديالها غنديرو ليه الرق ايماج كروب. فوالا شحال خرجت لينا في الوجه ديالها 500 بيكسل ما كبيرهش بزاف ولكن كومباري فين كانت بعيده ومنين جبناها مازال هذيك واخا تبغي ديرها فان بنايل في يوتيوب تصدق. سو كي في هاد اللوجيسيال هذا باليا يفا شونجي الموازين ديال اليوتيوبر تقدر تاخذ دي فان بنايل واعرين بهاد اللوجيسيال هذا وتاخذ غير دي ديتاي صغار. فوالا سيادنا مهم ما تنساوش راه غادي ندير لكم لي ليان ديال هاد لي ريزولتا كلهم لتحت اللي بغيت يشارجيهم ولا يشوفهم ولا سوقو هذاك. دو ما بار ما بقى لي غنقول لكم سيادنا السلام عليكم.